والسلام عليكم، وغتتابعوا خالتكم نعيمه. دابا غادي نهضر لكم واحد الكلام، وغادي نقول لكم واحد الكلام وثقوا بيا. دابا غادي نديروا الحنه للراس، باش داك الراس هو اللي كيجعلنا نربيو به ولادنا، وكيجعلنا نجلسوا في مسيره طويله، وكيجعلنا نقعدوا به الزين مع الناس، وكيجعلنا نديروا قصه وتبان قدام العيالات. وقال له باش كضاد المراه، المراه الا كان عندها السالف هو نصف الجمال، الجمال كله كيديه نصف السالف. دابا غنهضر لكم، غادي نديروا الحنه للراس. اللي بنات اليوم ما بقى لهمش الراس، ها اللي ما عندهاش، ها اللي صلعه من راه من هنا عندها صلعه، ها اللي كل وحده وشنو طاري فيها. دابا غنوريكم وصفه، وغتابعوني وتشوفوا الزغب اللي رباط نعيمه كيفاش داير. هذا ها هو، هذا الورد، هذه الخزامه. هذا الشيء ماشي غنقول لكم انا شوفوه، ماشي غنقول لكم انا شوفوه، كيديروه الناس. غتابعوني وتشوفوني كنديرو انا. ها انتم، ها الخزامه، ها هي، ها هي، ها الخزامه. هذا الريحان، ها هو، ها الريحان، هذا كنديروه للراس. ها انتم، ها هو، ها انتم كما كتشوفوا خالتكم امكم نعيمه. ها هو هذا بابونج، ما كاينش اللي ما كيعرفوش، كيكون نايض في الخلا بيض، النوار ديالو بيض، كيكون فوق الربيع. ها انتم، ها شوف كي داير. ها انتم، ها انتم شتوه، ها انتم كيفاش بابونج. ها هو، ها هو هذا النويويله ديالك كتكون صفراء. ها هي، كلشي كيعرف بابونج. ها هو كيكون في الخلا نايض، ولاني فيه البلدي وفيه الرومي، ماشي كله بابونج تشوفوه بيض. ها هي غتشوفو مكم نعيمه وغتتابعوه. ها انتم كيما شفتوني، هذا لزاز، ها هو لزاز. هذا كيكون عندنا غير في الجبل، كينوض في الجبل، موجود، نجيبو لكم خضر وتشوفوه ونحشو قدامكم بالمنجل. هذه الحنينه، ها هي ماشي الباكيه، هذه الحنه ورق مدقوقه، عندي مدقوقه، ها هي كدق في المهراز، ما يمكنناش نديروها في هذه. هذا ها هو كما كتشوفوا، هذا الحرمل اللي كيتباع مع الشبه، هذا هو الحرمل بوحديه. حنا هذا ما كنديروهش مع الحنه، كنديروه حتى كنغسلوا راسنا من الحنه، كنديروه في الزيت البلديه وكنشقوا به الراس هكا. حاشا وجهكم وسمحوا لامكم نعيمه على القمول. دابا الحمد لله ما بقاش داك الشيء، بقينا القمله كنقلبوا عليها ونشريوها وما كايناش. كنسمع انا الناس كيقولوا القمله بغى شي واحد يشري القمل، وكنتمناه فين هو، كاين نبيعو لذاك السيد، ما كاينش، ما بقاش القمل. دابا كان هذا كنا كنشقوا به راس، علاش مر كنقولوا كنحاربوا به داك الشيء للولاد على القمل. وغتتابعوا بكم نعيمه باش رباط لبنات روسهم، قسما بالله الا بنتي كتجلس فوق الناموسيه في عرسها والشعر تحت منها. وها انتم غتتابعوني وغادي نوري لكم ان شاء الله. بسم الله، بسم الله. ها انتم، هذه الريحان والخزامه والبابونش كندقهم، اللي ما مدقوقينش وغنغرب لهم هنا. ها فينا، ها انتم دابا غادي تتابعوني وغتشوفوني امكم نعيمه، تبعوها نقطه بنقطه، ما تلقاوش الديفو، ما تلقاوش كذبه نهائيا. انا هادشي اللي كنديرو شاهد عليا الله، ماشي العبد، الله اللي كيشهد عليا. دابا ها انتم كما كتشوفوا، ها هو، ها انتم بلا كذوب بلا والو، ها انتم، ها انتم كما كتشوفوا، ما كاينش الكذوب. ها انتم غير محيت الشمس، هاد النهار بارده ما كرمليش مزيان، تبارك الله، راه واخا هكاك عطاك وما انايا ندقو حتى يولي كثر من هاد الشيء. هاد النهار الشمس ما كايناش. دابا هذا غتزيدي عليه، دابا هذا غنزيد عليه الحنه، ها هي غنزيد عليه هذا لزاز. هذا كنديروه حتى كنغسلوا راسنا، وكنديروه مع شويه زيت البلديه، وكنشقوا به الزغب. هذا الحرمل للراس، حنا كنهضروا باش ربونا والدينا، ما كنهضروش على هذا العنصر. هذا دابا كل واحد كيدفن با كيبغى. ها انت، ها انت، المهم دابا غنرونوه. لا الماء غير بارد، ها
ري بارد ها تخلو الطير ها كتخليه يطلق شويه ولا داك الساعه لا بلا ما يطلق داك الساعه اه وصل على النبي دابا ريحته هاد بابونج ريحته والورد عرفتي على ريحه فيه ولا كنعقل عليك يا نعيمه كديري الحنه الراس آه. يومين نقصو بها يومين وثلاث ايام وكي كيولي الراس تبارك الله بحال كيكبر بالليل وبالنهار بحال دابا بنات اليوم نتفوه غير بالشيشوارات وداك الكسكاس كيديروا على راسهم داك الكوافوره كتحشيه لك في داك انا درتها غير في عرسي كانوا حشاوه لي في الكسكاس انا ما نعرفش اي داك الكسكاس حشاوه لي في راسي بقى كنحس بحال الماشينه دايزه لي عند ودنيه ما عرفتش اش داك الشيء قالك باش رطبوا لي راسي والله اني انا كان راسي غزال زعما غير انا صاوبوه لي دابا راه كاين شنو كاين هذيك الترطيبه كاين ايوا دابا بنات اليوم في الصباح كدوز عليك بالشعر قوقي في العشيه كدوز عليك به صفر في 12 كدوز عليك به احمر لا ما بنيتي ما كتعرفي واش دازو هما هادوك ولا ماشي هما هادوك ولا واش سمعتيني دابا البنت كتولي فيها 20 بنت في نهار واحد ما كتخليش راسها وشي وحدين كنشوفو من راسهم بحال الهيدوره سمحي لي بنيتي بيض كيردو بحال شغل الهيدوره انا غنوريك الزهب اللي مربيه اللي مربيه امك نعيمه الحبيبه انا مركبت الشعر كان عندي تن هنا ويني دابا ما بقاش بالدوايات وبلا ما كيستكبر شويه ما كيبقاش هاي الشعر سمعتيني كيركبوا بنات انا يا واحد العروسه قسما بالله الا حضرت عليها جات العائله ركبوا لها الشعر هي داخله ومدخلها العريس وانا حاضره في العرس والعائله ديالي وشاد فيها مدخلها وديك السوالف هو دار لها اظهرها وديك القصه مقطعه لا غد ليه مشيت نسلم عليها صباح القصعه حنا كنديروا القصعه لقيتها ما عندهاش داك الراس تخلعت منه وقيل هذاك بنيتي غير كارينو لا تسمحي ليش بنيتي لا غير كارينو لقيتها راسها مزبط كي الولد وفين ديك الشعر اللي كان البارح حتى لهنا وديك القصه مقطعه لها لعينيها قلت لهم قالوا لي هذاك راه ماشي شعرها ايوا بنيتي هكا بنادم يدي المراه طيح عليه بجوج مليون وفي التالي كيلقاها مبدله وقلت لهم الحمد لله اللي مبدل غا الشعر الحمد لله اللي مبدل غا الشعر ودابا هذه بنتي ها هي فينا هي ها الشعر اللي رباط امكم نعيمه ها هو ها انتوما الا فيه شي ديفو الا فيه شي حاجه ها الشعر اللي رباط امكم نعيمه بالحنه وبالعود نوار وبهذا الشيء اللي وريتكم هذا هو الشعر دوك هذه البنيته عندها 16 عام وما بغاتش تبان لي بوجهها واني ماشي مشكل حنا الراس اللي عليه العمود هو هذا غنوريه لكم ها امكم نعيمه باش رباط ولادها ها انتوما هامكم نعيمه باش رباط ولادها ها انتم ها هي ها انتم هامكم نعيمه باش رباط ولادها ها انتم وراني هادشي اللي كنديرو ماشي كنديرو دابا حيت الكاميرا انا كنربي به بناتي اصلا بيه كنربي به بناتي وفين ما يمشيو صحاباتي يسافروا كيجيبوا لي معاهم الحنه ورق ماشي الحنه ديال البكيه الحنه ورق وكندقها على يديا وكنشري داك الشيء من عند عطار ديال العود وبابونج والريحان والخزامه داك الشيء وكندير لبناتي الحنه وكتبارك الله كيحمروا لي الوجه في العرس فاش كيصاوبوه كيجيهم تبارك الله لا 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 ما نركبوش الشعر حنا ما نديروش الحاجه اللي صناعيه ابدا تبدا قال لك ابنتي الزواق كيطير واخا يكون من القصدير حنا خصنا كي اليوم كي غدا كتسمعيني لالا الحبيبه الزواق سيطير ولا ويكون من القصدير هذا هو الشعر ديال امكم نعيمه اللي قالت لكم غتوريه لكم وما كذبتش عليكم ها الشعر ديال امكم نعيمه هذه شويه راسك الاخر ها انتم
ها انتم شحال دمكم نايم؟ مصاوب من عند الله، مكوفر من عند الله، مرطب من عند الله تعالى وتبارك. لا مره في السيمانه ها كنديرها مره في السيمانه، ولاني ثقي بيا الا مات شي واحد ما كندير شي دم في الحنه. دابا غتسالي معايا، دابا انا غادي ندير هاد البنيته الصغيره، هي قدامكم ها انتم كما كتشوفوا، حتى هي هاد البنيته هكا كان عند الاخرى، ولاني ها هو ربيته، هذه انا كنربيه لها ان شاء الله من 3 سنين يولي لها حتى الحزام. ها هو هذا ها انتم كما كتشوفوا لهاد البنيته الصغيره عندي، وتبارك الله عليكم وباي باي عليكم. كنتمنى نكون وصلت لقلوبكم، وراني درت بلاصتي معاكم وصلت لقلوبكم. انا ما قارياش على ما كيقولوا لي الناس، تبارك الله على وليداتي وبنياتي، وهذه الوصفه ديال الراس باش ربات نعيمه بناتها، وباش بناتها كيبلغ لهم الشعر حتى الحزام وتربيه لهم. واكثريه كندير لهم الحنه في شهر 8 وشهر 7 وشهر 9 كتكون الحراره باش ما كيتقرش وما كيرشاش وما تيبقاش مبهدل. تنبقى ندير لهم دابا هاد الحنه وهاد العود وهاد الخواض وهاد الورد وهاد البابونج وهاد جميع المكونات اللي كنديروا في الحنه. وهذه امكم نعيمه، وتابعوا امكم نعيمه، ما توريكمش حاجه الروميه. باي باي على امكم نعيمه.